ويلكم ويلكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انزلوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. النهارده يا شباب هنكمل سلسله ايرون كرافت الاسطوريه، فانزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناه، واوعى حد ينزل اوعى حد ينسى يشترك في القناه، فعل زر الجرس ويلا بينا. طبعا يا شباب زي ما انتم شفتوا في صوره المقطع والعنوان، جات لي برضو هديه تانيه بس انا مش عارف من مين، بس في حاجه عرفتني هو مين يا شباب. فانزلوا دلوقتي اعملوا الثلاث حاجات اللي هتبقى قدامي دلوقتي. فبصوا، انزلوا اول حاجه اعملوا اشتراك في القناه، ثالث حاجه اعملوا، ثاني حاجه اعملوا لايك، ثالث حاجه بقى انزل اعمل كومنت وكده. وطبعا الشباب هي دي الهديه اللي جات لي الحلقه اللي فاتت، كانت جات لي من علاء، كاتب لي فيها عيد مبارك نايت ليك اللي هو اسمه يعني، وهنا كان هو حاطط لي الهديه. طبعا طبعا انا لويتها كلها، كان جايب لي تطويره ميدنج وكده. وهنا بقى هي دي الهديه الثانيه، وهي دي طبعا انتوا كده، هو مش كاتب عليها اسمه ولا اي حاجه، لكن في حاجه عرفتني مين هو بدي الحاجات دي، الاعلام دي، الاعلام دي بتاعت حمزه. ايه ده؟ حمزه كيتو احمد، حاطط تشيست وريد ستون وكده. الشباب حاجات غريبه، تنزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان النهارده هنفتح الهديه الاسطوريه دي. ويلا بينا يا شباب نبدا. طبعا اول حاجه هي دي اللي شكل الهديه من بره، شكل الهديه كده من بره يا شباب، دي كده هو شكلها من بره، لكن من جوه وشكلها برده اهو من جوه، يعني ريد ستون على الارض وفحم ومش عارف ايه، فيمكن يكون ده فخ. طالما في ريد ستون، فاول حاجه يا شباب هنعملها اللي احنا هنكسر تحت، هنكسر تحت، والله مش في حاجه، مفيش حاجه، هنكسر الريد ستون عشان برضو نتاكد مفيش حاجه. يا شباب انا كنت فاكرها اللي هيبقى في حاجه وهتتفجر وكده، بس الحمد لله ما طلعتش في حاجه، فحلو. ولو كان في حاجه ما كنتش هفتحها. فيلا بينا يا شباب بقى نفتحها. واحد اثنين ثلاثة. على فكرة انا كنت دلوقتي كنت بدور على افكشن. بصوا بصوا هناك في آلة التطوير بتاعت حمزة، كنت انا لسه دلوقتي رايح عشان اطور البيك اكس بتاعي افكشن 3 وان بريكنج، افكشن 3 وان بريكنج 3 بس فورتن، وحاجات متكسرة يعني، هما متكسرين برضو يعني، ماشي حلوين برضو. ناخد برضو الريد ستون والسيف عليه ايه فار اتسنس، حلو ده، حلو جدا، حلو يا شباب. الحاجات دي برضو انا هعدلها والباع عليه باور وامبريك، حلو حلو كل حاجة حلو. دلوقتي المكان ده هكسره، بس الاول هنزل احط السيف بتاعي والحاجة بتاعتي تحت، يعني هحط مثلا السيف ده والاكس ده، وناخد السيف ده والاكس ده، والبو ده هيتصلح، البو ده هيتصلح، كل حاجة هتتصلح، بس في حاجة واحدة، في حاجة واحدة بس، البو ده بيتصلح ازاي انا مش عارف، فانا هركنه عبال ما اشوف تصليح ليه. هاخد بقى الايرون، هاخد الايرون، الايرون فوق اصلحه، عاوز اصلحهم عشان زي ما انتوا شفتوا الهدية، وكمان حلقة النهاردة هنجمع شوية اكس بي وكده، فهنحتاج سيوف عشان هنقتل وحوش وكده. فحلو، نطلع لنا بقى فوق، نخش الانفل، نيجي هنا نعمل كده كده، اتنين ايرونين خدوا مننا ليفلين، هنيجي بقى على الاكس نحط واحد اتنين تلاتة، بس كده بس كده بقيت ليفل خمسة عادي. النهارده يا شباب زي ما انتوا شفتوا، زي ما انا قلت لسه قايل دلوقتي، اللي احنا هننزل مش هننزل، هنجمع شويه ليفلات بقى اسطوريه كده عشان احنا محتاجين ليفلات. زي ما انتوا شايفين كنت ليفل 10 بقيت ليفل 5، والهديه دي اللي احنا نذبحها في العيد الكبير. ازيك يا معزوزه عامله ايه؟ هي دي المعزه يا شباب اللي جات لي في الهديه بتاعت علاء. طبعا هديه حمزه هتتكسر وكل حاجه، لان انا حاسس ان شكلها غريب قوي، غريب جدا، وهكسرها طبعا، وبرضه هنجمع الليفل بتاع الوحوش وكده.
او اول حاجة نسيت دخلني هنا عشان الصيف الجديد لازم هو كمان يتسمى انا ناس بس كده. هاتوا بقى طبعا شباب الصيف الجديد والقديم ده هيبقى اسمه اناناس. السيف اللي في ايدي ده دلوقتي يا شباب اسمه اناناس. او انا كنت هتدمج دلوقتي، انا كنت هموت، انا كنت هتدمج. ويا شباب السيف اللي معايا ده دلوقتي اسمه اناناس. البيك اكس لسه دلوقتي هسميه، هفكر له في اسم كده واسميه يا شباب، بس مش في الحلقه دي، مش في الحلقه دي، في حلقه تانية يا شباب، عشان النهارده حلقتنا للليفلات بس. ايوه للليفلات بس. والبو هو كمان هيتسمى، بس انا مش عارف بيتصلح ازاي. بيتصلح بالخشب؟ تعالوا كده نجرب هل بيتصلح بالخشب ولا لا. لو بيتصلح بالخشب يبقى حاجة جامدة، بس انا مش معايا خشب. هات كده مثلا 21 دول ونشوف، نطلع للانفل ونشوف، نشوف هل بيتصلح بالخشب. ما بيتصلحش بالخشب. مال انت عامل بو بتتصلح بايه شباب؟ مش ممكن يتصلح لما يتحط له بوت تاني؟ مش عارف، انا بخرف، انا مش عارف هل هينفع ولا لا. تصدقوا بينفع لما احط له بوت تاني؟ طب حلو حلو، بس نصلحه كده ببو واحد. صلحه ببو واحد، والبوت تاني اهو معايا اهو، فهنصلحه برضو بالبوت تاني. يلا، لا محتاجه 3 ليفلات. ماشي، ما احنا النهارده هنجمع ليفلات، النهارده هنجمع ليفلات. هناخد نحط دول بقى كده ونرجع كل حاجه مكانها، عشان هنطلع دلوقتي على الليفلات. شباب انا عاوز اقول لكم حاجه واحده بس، حاجه واحده. هنا نمت ليه؟ كان جاي والله، اللين كان جاي، بس انا اللي نمت. شباب انا عاوز اوريكم حاجه، انا مش فاهمه خالص. ماشي، نبعد بس كده شويه، نبعد بس شويه عشان اوريها لكم. ايه المكتوب ده؟ سايرن. سايرن، بس ايه بقى لازمتها؟ انا مش عارف. مكتوبه فوق مكان حمزه. طبعا شباب حمزه اشترى كل المناطق اللي في السيرفر، يعني المنطقه اللي هناك دي ما بقتش القصي، تمام، بقت لحمزه. والمنطقه اللي هناك دي ما بقتش العلاء، بقت برضو لحمزه. ومنطقتي طبعا لسه بتاعتي، مش هبيعها له، مش هبيعها له خالص يا شباب، لان هما كانوا بيبيعوه له. وده ده الحصان، وده مش عارف. ايوه هي دي بقى اللي قالت التطوير يا شباب، كانت كنت انا هطور البيك اكس بتاعي افكشن 4 افكشن 2 وامبريكنج 2، بس هو اداني افكشن 2 امبريكنج افكشن 4 وامبريكت 3 و 14.2 تقريبا. 14.2 ولا ايه؟ 14.2 فيعني حاجة جامدة قوي يا شباب. وانا اصلا ما كنتش متوقع ان هو هيديني هدية برضه، بس ده انا كنت متوقع فخ اصلا، عشان هو الريد ستون وكده اللي كان حواليها. وطبعا يا شباب دلوقتي انا هكسر البتاع اللي فوق دي، واول ما الليل يجي هرجع لكم. شباب شوفوا بس سرعتها، كأنك كرييتيف. دي بقى هتنفعني في حاجات كتير البيك اكس ده. فانا دلوقتي هروح ادخله جوه واجيب البيك اكس بتاعي واكمل تكسير. شباب طالما البيك اكس اتكسر، فهضطر اجيب البيك اكس التاني، وهو ده بقى ده اللي انا هطور بيه الميدنج. ده اللي هيتحط عليه الميدنج عشان مش يتكسر خالص يا شباب، يدلوا كده موجود من غير ما يتكسر. طبعا الاعلام بتاعته هرجعها له برضو يا شباب، اللي هي الاعلام دي، بس اعلام الكرويين مش هرجعها له. هو كده اعلام الكرويين انا بحب احطها في كل المباني بتاعتي، لو لما بلاقيها، مش بلاقيها ما بحطهاش. بس طبعا بعمل دلوقتي اعلام شباب، والسيرفر الجديد هنعمل بيه برضو يا شباب. طبعا اتكسر بقى الاعلام دي كده، والاعلام بتاعته دي هرجعها له، تمام. وهسيب الحاجات دي طايرة كده، تمام، عشان مش معايا دلوقتي بيك اكس دايموند وانا هحتاجه. بصوا شباب بابط النازل الاسطورية اللي هناك دي،
يلا بس نحط بقى البلوكات اللي احنا خدناها. نحط البلوكات طبعا، هنزل ارجع له الاعلام دي، هنزل ارجعها له كده. انا حطيت الاعلام بتاعتي. دلوقتي هنزل بقى ارجع له الاعلام بتاعته اللي هو اداهالي، لان انا مش هحتاج علم. العلم ده يعني علم شكله غريب عجيب مريب اصلا، مش عارف عمله ازاي. بس انا ان شاء الله يا شباب هنعمل حلقة عن على السيرفر الجديد برضو. بس هو حاطط الاعلام بتاعته فين؟ اهو هنا. حلو جدا. طبعا برضو علاء اداله نفس الهدية، نفس كل حاجة، بس انا مش عارف هل هو خدها ولا لا. شباب خدها. حلو جدا اللي هو خدها. حلو يا شباب. دلوقتي بقى هنطلع، هنستنى بقى الليل اللي يجي وبعدين هجيلكوا عشان نجمع بقى شوية ليفلات وكده. وعاوزين بقى ليفلات اسطورية كده بقى عشان نطور الدروع بتاعتي. لا عاوزين نطور بقى الدروع بتاعتي. بقى الدروع بتاعتي مش متطورة غير التشست بليت، عليها امبريكنج 3 وثرون وسورنس 2، فبرضو تطويرات جامدة. بس احنا عاوزين نطور بقى الدروع. طبعا هنا بقى المكان زحمة خالص، مش عارف ليه. هنا البطاطس، هاتلي بقى الجولد اللي واقع تحت ده. ايوه كده. في حاجة تانية بقى في الفلاء في الافران ولا لا؟ مفيش. احط بقى الجولد ده هنا، ونحط البطاطس في صندوق الاكل. حلو جدا. طبعا دلوقتي شباب انا مش عارف اعمل ايه، فانا هشغل نفسي في حاجة كده وخلاص. اللي انا هعمل مزرعة، هشوف هل لو انا رميت دول يطلعوا لي كتكوت او فرخة او اي حاجة. فرخة، فرخة مين؟ كتكوت. هيطلعوا لي كتكوت ولا لا؟ ولو طلعوا لي كتكوت معايا انا الخشب، هعمل لهم مزرعة وكده. شباب بقى نشوف كده حظي نحس. باين واضح قوي. طلعتش ولا كتكوت ولا فرخه حتى ولا حاجه، ما طلعتش حاجه اصلا. فانتظروا يا شباب، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. طبعا هي دي المحكمه اللي هناك، هي دي المحكمه اهي زي ما انتم شايفين. طبعا برضه هوريها لكم تاني من جوه اهي. هي دي من بره ودي من جوه زي ما انتم شايفين. وده المكان اللي فيه الحاجات، وده بقى دي الشكاوي. بس الشكاوي بقى لما بتيجي تاخد شكوى بتحطها هنا اهو. شكاوي اهي. بس ايه الشكوى دي؟ ماشي حلو. نحطها بقى هنا، والقاضي بقى بيقعد هنا وبيشوف الشكوى قدامه، والمجرم بيقعد هنا، ودول والمحامي بيقعد هنا، والمحامي التاني بيقعد هنا، ودول الناس اللي بيحضروا، ودول الحراس. المفروض نمسكهم سيف، والله المفروض نمسكهم سيف. فهي دي برضو منطقة البي في بي اللي انا ما عملتش فيها ولا حاجة. او زي ما انتم شايفين اهي، بتاخد انت الدروع من هنا والحاجات، كل الحاجات من هنا، وبعديها بتحط انت دروعك وكل حاجتك هنا، وبتدفع واحد دايموند. هنا بقى تخش تنافس بقى الناس كده، بس مش بقى حاجتك الاصلية، مش بحاجتك الاصلية، تنافس بالدروع دي والحاجات دي، الجلد والطوب وكده. ف حلو. يلا نطلع هنا دلوقتي يا شباب. انا هقول لكم حاجة، انا هاخد دلوقتي الاتنين دول ماشي كده، نعمل بيهم جرافتنج تيبل. تمام. نخش بقى على الجرافتنج تيبل، نعمل كده استكاية. تمام. مش استكاية واحدة، استكاية واحدة بس كده. نجمع خشب تاني وندخله هنا، واحدة بس، واحدة 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 واحدة. وبعد كده نحط دي هنا ونعمل سيف كمان. تمام. ونعمل سيف كمان ونعمل سيف كمان. ليه بقى كل السيوف دي؟ اقول لكم انا ليه دلوقتي. نحط لنا بس الخشب ده هنا كده، وناخد الجرافتنج تيبل بتاعتنا. ودلوقتي هقول لكم ليه دلوقتي يا شباب. ليه؟ عشان نمسكهم السيوف. امسك يا عم الحاج، امسك ده هيتضرب ده، امسك
امسك بقى ده، ما بيمسكوش. امسك يا حبيبي، مش بتمسك ليه السيف؟ خد اهو امسكه. ايه ده، ما بيمسكش السيوف. ده ما بيمسكش السيوف يا شباب. ما انا ايه اللي خلاني اعملهم؟ ايه اللي خلاني اعملهم؟ ارمي يا عم، ارمي 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 الجرافتنج دي كمان. الليل جه، الليل جه، حلو قوي. نبدا بقى ناكل، نبدا نروح نجيب الشيلد بتاعنا بسرعه، اللي هو اللي انا عندي شيلدين اصلا. بصوا يا شباب، انا عندي الشيلد ده ويوي، وعندي الشيلد ده لورو. انا مش عارف ايه اللي انا خلاني اسميهم الاسماء دي، بس ده يعني ده اللي عليه العلم بتاعي فهاخده. تمام، افتح بقى الباب. ده اللي عليه العلم بتاعي فانا هاخده دلوقتي يا شباب. هبدا اروح عشان اقتل شويه وحوش. دلوقتي يا شباب، لما انت بتعوز وحوش مش بتلاقيها، لما مش بتعوزها بتلاقيها بكميات كبيره قوي خالص. يعني السبايدر ده لما انت بتعوزه ما بيجيلكش، لما مش بتعوزه بتلاقيه كلهم جايين عليك كده يهجموا عليك. فين الوحوش؟ فين الوحوش يا ماينكرافت؟ فين الوحوش شباب؟ لقيت وحوش. او ماي جاد، انا مش عاوزك، انا مش عاوزك. انت ينفع تجيب لي واحد غيرك؟ انت امشي. طب في سكيلتون هناك، وفي كريبر. زومبي زومبي زومبي. الفوتشن دي حلوه يا شباب عشان بتبعدهم الشاربنت اللي اسمها ايه، ايوه الشاربنت، عشان بتبعد الكريبرات بعيد عني زي ما انتوا شايفين اهي، بعدته بعيد. الله الله، تعالى لي، تعالى لي سكيلتون. ايه، لحظة 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 لحظة. الله الله على الغباء، الله على غبائك، الله على غبائك. بص يا شباب، دول اذكياء كده، دول اذكياء. تقف قدامهم تعمل لهم شيلد كده يضربوا عليه، فيمكن الطلقة تيجي فيهم، بس هم اغبياء. كريبر، بص كريبر وراك اهو، هو في الميه اصلا، هو كده كده، هو كده الكريبر ده في الميه. وانت انت بقى اللي هتموتني. كفايه كفايه يا اخي، كفايه، حرام كده تحرق. خدلك ده سكيلتون قوي قوي ده، يا نهار. بصوا بصوا الكمية دلوقتي، انا فاضل لي وحش وحشين، وابقى ليفل عالي. ليفل عالي ايه؟ هبقى ليفل، ايوه كده، ستة اهو، ليفل ستة. يلا الباقي اللي بعده. دلوقتي زي ما انتوا شايفين يا شباب، في واحد واقف اهو، بس هو مش داخل مكان البي في بي. ليه مش داخل مكان البي في بي؟ ليه؟ لما تخش مكان البي في بي هيبقى احسن، نتنافس كده في مكان البي في بي احسن ما نتنافس بره مكان البي في بي. وانت موت موت موت. ايه ده، بطاطس! نادر قوي يا شباب لما زومبي يديك بطاطس كده، نادر يا شباب جدا الزومبي يديك بطاطس، فحلو. ونادر برضو الجزر، بمناسبة الجزر، انزل حط، انزل فعل زر الجزر وظبط الدنيا كده، زر الجرس وهو الجزر برضو. انزل انزل بس حطه. وعشان النهارده بقى هنعمل ليفلات عاليه، دلوقتي انا ليفل ستة، نص ليفل ستة، فهدور بقى على وحوش تانية واجي. حلو اوي يا شباب، ما لقيتش وحوش لغاية دلوقتي. ايه ده، ايه ده، وات، ايه المكان ده، ايه المكان ده يا شباب، وات المكان ده؟ تبص السماء من هنا، حطها هنا. شوف ايه المكان ده، وات، انا مش عارف ايه المكان ده. اللي يعرف الشباب يقول لي، لو ده مثلا مكان سري من الشباب وكده، بس
متوقعش ان هو يبقى مكان سجن الشباب، في محكمة والقوانين بتاعت السيرفر بتقول ما ينفعش حد يعمل مكان سري. طبعا انا كنت عامل مكان سري بس فتحته خلاص، انا مش عارف ده ايه يا شباب بالظبط، بس نزلوا اكتبوا لي تحت في التعليقات هل ده بتاع واحد من الشباب ولا لا. بس يلا بس نكمل الليفل. خد يلا يا سبايدر، يلا سبايدر. طبعا يا شباب يعني انا مش عارف الصراحه ايه ده، بس اللي يعرف يقول لي يا شباب تحت في الكومنتات، في كريبر هناك. طبعا انا مش عارف هل التطويره اللي هي كينكوت باك هي اللي بتعمل كده ولا التطويره التانيه اللي هي هقول لكم اسمها دلوقتي يا شباب. شباب مين اللي بيزرعني؟ لا 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 لا، مين اللي بيضربني؟ ايه ده، في ايه؟ انا اتخضيت والله. في ايه؟ عاوزين لحمة؟ تاكل لحمة؟ حبني حبني ده، يقدروا بقى تيجي معايا ولا لأ؟ لا ما هو مش بتوعي اصلا يا شباب، بس حلو النهار قرب يطلع. ليه موت موت؟ شباب ايه ده؟ شباب في كده في كائن مخفي بيضربني، مين يا شباب؟ مين؟ مش عارف، بس المهم انا مش عارف تطويرة الكونج باك ولا الشاربنز، بس اتوقع الشاربنز هي اللي بتبعد الوحوش كده. يعني مثلا الكريبر اهو بعدته عني مش عارف كام بلوكة، بس بعدته عني بعيد قوي. موت يلا، هي دي يا شباب اتوقع هي دي اللي بتبعته. ولكن النهار طلع فهنا بقيت ليفل 8، فحلو برضو. بس شباب قولولي ايه المكان اللي احنا لقيناه ده، تعالوا كده نروحه تاني ونستكشفه برضو، نشوفه تاني. بس انا مش عارف ايه المكان ده، يعني انا مش عارف ايه المكان ده بالظبط. هل المكان ده مكان سري ولا مش عارف مكان مين ولا بيت مين؟ تعالوا كده يا شباب نشوف. هو ده المكان، ايوه هو ده. انا مش عارف هل ده ايه، ده ايه انا مش عارف. يعني دي جيب بس الشمعة دي كده امسكها في ايدك، انا مش عارف ده المكان ده ايه، ولكن هو يعني شكله هو مكان سري يا شباب، لان ما ينفعش بيت بالمنظر ده كده ويكون في جبل، وزائد كمان اللي هو لو بيت ما كانش هيبقى في جبل، او مش كان هيبقى مستخبي، او عضو من السيرفر. انا ما فيش حد عضو من السيرفر تاني، كلهم طلعوا، غير ما حدش في السيرفر غير انا وقصي وحمزة وعلاء بس، هما اللي في السيرفر. ومش عارف بقى ايه المكان ده يا شباب الصراحة يعني، بس انا مش عارف. فاللي يعرف الشباب ينزل يكتب لي تحت في التعليقات، يمكن يكون مثلا مكان سري بتاع حد، بس يمكن هيتحاكم عليه يا شباب لو مكان سري لحد هيتحاكم عليه. مين ده؟ اه ده كلاب حمزة وكده، هما شالهم من هنا وداهم هنا. فحلو يا شباب، بس انا بقى مش عارف ايه ده. اللي يعرف الشباب برضو ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات عشان اكون عارف برضو. وهو ده الشد بتاع الاسطوري. ونزلوا يا شباب اكتبوا لي تحت في التعليقات، ايه اكتبوا لي تحت في التعليقات اعمل ايه وايه المكان ده اصلا. فمش عارف، هنكمل برضو الليفلات، هنكمل برضو حكايه الليفلات لما الدنيا تيجي ليل هقول لكم.
وبس شباب، دي نهاية المقطع. فاللي عجبه المقطع مش ينسى يعمل لايك شير سبسكرايب ويشترك في القناة برضو، ويعمل الحاجات اللي هي اللي قدامي دي، ينزل يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ويعمل لايك ويكتب كومنت. وبس دي نهاية المقطع. فاللي عجبه المقطع مش ينسى يعمل لايك شير سبسكرايب وبس. سلام.